ضرب زلزال بقوة 5 درجات وسبعة أعشار الدرجة على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، وأدى إلى انقطاع الاتصالات في المدينة الواقعة شمال غربي تركيا. وقال مرصد أبحاث الزلزال أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غرب إسطنبول في بحر مرمرة. وقال شهود عيان أنهم شعروا بالاهتزاز المباني في مدينة، في حين هرع العديد من العاملين في البنايات المرتفعة إلى مغادرتها خوفا على حياتهم.